قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأعتقد أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما كان من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالكتب، الإيمان بالكتب التي أنزلها الله على رسله لأجل بيان مصالحهم في الدنيا والآخرة والحكم فيما بينهم فيما اختلفوا فيه وإقامة الحجة عليهم، كما قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، ونزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، لتحكم بين الناس بما أراك الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فلما كان القرآن كلام الله سبحانه وتعالى المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم كغيره من الكتب الإلهية، وأن الإيمان بذلك ركن من أركان الإيمان الستة، وهذا أمر لم يختلف عليه المسلمون، لم يختلف عليه المسلمون ولله الحمد.